إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير، وتعالى عن المثيل سبحانه، فقال عن نفسه وهو أعلم بنفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا ابن عبد الله عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله الله رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة ولمَّ به بعد الشتات وأغنى به بعد العيلة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر، وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، قال جل في علاه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة المسلمون، جعل الله تعالى جميع الخلائق على مراتب متنوعة، سواء كانوا من الجن أو الإنس أو الحيوانات أو الملائكة
أو سواء كانوا من الحيوانات صغيرة أو كبيرة، جعلهم يتفاوتون ويختلفون في قدراتهم وفي مستويات ضعفهم أو قوتهم. ولقد حرم الله تعالى على من زاده نعمة من قوة في جسده أو في ماله أو في منصب أو في غير ذلك، حرم الله عليه أن يظلم من تحته أو من هو أضعف منه، بل أمره الله تعالى بالإحسان إليه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال: فلا تظالموا، أي لا يظلم أحد منكم الآخر فيضره في جسده أو يضره في ماله أو يهتك عرضه أو يتكلم عليه في مقامه أو يؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم يوبق صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، مع ما يدخره له في الآخرة من البغي والعقوق، يعني الظلم وعقوق الوالدين. فذلك أنه إذا عذب في الدنيا فلن يفلته ذلك أن يعذب أيضا في الآخرة لظلمه للناس، كمن يأكل أموالهم أو يؤخر رواتبهم أو الاعتداء عليهم في أجسادهم أو ربما آذاهم بلسانه، فيعاقبه الله تعالى في بدنه فيمرض، ويعاقبه في ولده فيعقه، ويعاقبه في ماله فيفتقر أو في سمعته فيفتضح، أو يعاقبه في قلبه فيصيبه من الكآبة والذل والقهر ما لا يصيب غيره. أيها المسلمون، هذا الظلم كم من أجساد بسببه سقمت، وكم من أقوام بسببه افتقرت، وكم من أسر بسببه شتتت، وكم من أعراض بسببه فضحت، وكم من أقوام كانت عزيزة فذلت، وذلك بسبب أنهم استعملوا جاههم أو مناصبهم أو أموالهم، استعملوها في ظلم الناس أو فيما شابه ذلك. يقول الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أهلكها الله بسبب ظلمها وبذلها بعد عزها وبفقرها بعد غناها، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المظلوم له رب ينصره، وله رب يسمع دعاءه، وله رب قادر على أن ينتصر له. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثم ذكر منها وقال: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فكم من إنسان عوقب بسبب ظلمه وهو لا يشعر، فيمرض أولاده وهو لا يدري أن ذلك اقتصاصاً لمن ظلمه أو اعتدى على ماله، أو قد أصابه من الغم والحزن ما لا يدري سببه، أو ربما تقع مشاكل بينه وبين زوجته أو في تجارته، وذلك بسبب ظلم فعله بالناس. وكم ذكر لنا من قصص دلت على دول سقطت وأقوام ذلت وأثرياء افتقرت بسبب ظلمهم للناس. وذكر أن البرامكة لما وقع لهم ما وقع في عهد هارون الرشيد، وقد كانوا أعزة لهم مكانة ولهم مقام عظيم، كيف لا ويحيى البرمكي هو أب لهارون الرشيد من الرضاعة. فلما أصبح هارون الرشيد يوما أمر بقتلهم وسلب أموالهم بعد أن كانت أموالهم تجري بين أيديهم جري الماء، فأمر بهم وقتل من قتل وسجن من سجن. فلما سجن يحيى البرمكي وهو شيخ في الثمانين من عمره، وسجن معه ابنه خالد، وضيق عليهم في السجن حتى أن السجان أخرج عنهم الحطب ليتعذبوا بشدة البرد، فلما بدأوا يتدفؤون بالمصباح المعلق أخرج المصباح من عندهم، فأين تلك القصور وتلك الأموال والمراكب الفارهة؟ فقد ساروا إلى سجن ضيق يهانون فيه ليل نهار. فلما نظر خالد إلى أبيه
وهم في ذلهم قال لأبيه: يا أبتي، ما صيرنا إلى ما ترى، قتل أخي الفضل وقتل فلان وفلان وسجنا ونحن لنا عز يا أبتي، ما صيرنا إلى ذلك. فأطرق الشيخ الكبير الذي مرت على رأسه 80 سنة عرف فيها الناس وكسب خبرة في الحياة، قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ظلمات الليل، غفلنا عنها ولم يغفر الله عنها. فأدرك ذلك الشيخ الكبير أنه ربما بسبب ظلم فعله لأحد ما حصل له ما حصل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا ابن عبد الله عبده ورسوله الداعي إلى جناته ورضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قيل: فبما يا رسول الله؟ قال: بالحسنات والسيئات. فمن كان عنده مظلمة لأخيه أو مالاً أو أرضاً اقتطعها أو غيرها من المظالم فليردها اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وليتقي دعوة المظلوم. فكم من دعوة لمظلوم سرت في ظلمات الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فيا لله، كم تحوي هذه الأسحار من أيدٍ ضعيفة لنساءٍ ضعيفات حيل بينها وبين زوجها بسبب الظلم، وكم من نساءٍ عجائز كبيرات قد ابيضت عيناها من الحزن وحيل بينها وبين ولدها لسنوات بسبب الظلم، وكم من أطفالٍ ارتفعت أيديهم تدعو على من فرق بينهم وبين أبيهم بسبب الظلم. فلا يجوز الظلم عباد الله، ولا يجوز معاونة الظالم على ظلمه بأي سبيل كان. يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وختاماً، أيها الإخوة الكرام، لقد شرع لنا في ختام هذا الشهر المبارك عبادات جليلة يزداد بها إيمانكم، وتكمل بها عبادتكم، وتتم بها نعمة ربكم. ومن هذه العبادات عباد الله هي زكاة الفطر، فقد فرضها الله تعالى عليكم، وقال عليه الصلاة والسلام: وفرضها صاع من طعام. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكذلك أيضاً شرع لنا التكبير عند اكتمال العدة، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكون التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد في المساجد والبيوت والأسواق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأعاده علينا بالأمن والأمان. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عز الإسلام والمسلمين،
وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين وإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهدِ ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله. استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله